ايش رايك في فونديشن ريفولوشن اللي هو هذا اللي في ريفولوشن؟ ترى انا جربت هذا, اخذته جربته, هو فل كفر, حرفيا فل كفر. اللي تحب زوات الفل كفر هذا ما راح يناسبها. شايفين كيف التغطيه حقته؟ حلو, بس كانت مشكلتي معاه الدرجات, يعني ما كان في كل الدرجات تقريبا. ف بس تغطيته فل كفر, يعني الناس اللي تحب الوجه التغطية فل اوكي, اما اللي تحب الميديوم اللي وجهه متنفس لا, هذا ما يناسبكم. اوزعوا وريكم كيف. الثاني اللي لاحظته فيه في الفونديشن انه يتأكسد, يعني الدرجة تاخديها تحطيها شوية بعد كده تحسي انها هي غمقت او كده, فيتأكسد. فهمتوا؟ ها شوفوا كيف قوام الفونديشن, مدري كيف شايفين انتو. صراحة هي فل مات, حس انه مات, يعني ترطيبه ما في ترطيب كثير. انا صرت الفترة هذه والله بنات ما احب الفونديشن الفول كفر. اوريكم امثلة كثيرة فونديشنات فول كفر زمان كنت مرة عشقها, الحين صرت ما احبها. شايفين؟ حطوا لكم منه ثاني عشان تشوفوا كيف. بعدين زي ما قلت لكم الدرجات, يعني تحسي ان هي اندرتونة شوية على وردي اكتر, مرة فاتحة, ما كان في درجات حلوة. ما ادري الحين سووها صراحة, من زمان اخذته. شايفين كيف؟ تغطيته جدا عالية, جدا عالية, يعني هذا احس البشرات الدهنية اوكي, بس البشرات الجافة ما حيمشي معاهم تمام. بس التغطية يعني لو عندك حروق, عندك ندبات, وجهك فيه عيوب, هذا راح يغطي لك كل شيء, حرفيا راح يغطي لك كل شيء. تغطية حرفيا ما تمزح ويجي معك. ترى هذا بالنسبة للفونديشن حق ريفولوشن, هذا الفونديشن من ريفولوشن. شايفين؟ هذا من الفونديشنات اللي اخذتها وما كملت استخدامها تمام, يعني ما ادري كيف. في اشياء كده تاخديها وما تحبيها تحطيها خلاص تركنيها, ما تستخدميها. الفونديشنات الثانية اللي كانت مرة حلوة, هذا حق سيفورا, هذا مرة حلو, تغطيته فول كفر. اوريكم كيف التغطية. عارفين هدى بيوتي؟ هذا نفسه كان في هدى بيوتي. شايفين؟ نفس هدى بيوتي, نفس التغطية. هذا انا ممكن استخدمه للحالات اللي تجيني وجهها مرة معدوم, مرة معدوم ويبغى له تغطية عالية جدا. عارفين الناس اللي تكون عندهم حروق, الناس اللي تكون عندهم يعني وجههم ما هو موحد, مرة في تصبغات زايدة عن حدها, مو تصبغات خفيفة, أتكلم عن تصبغات جدا كثيرة. فشايفين التغطية؟ التغطية فل كفر. حتى مثلا لو جبنا الاسبونج ودمجناه, التغطية حرفيا ما تمزح. يعني عارفين البنات اللي وجههم, في بنات شوفوا فينا, في عرايس يكون بشرتهم سمراء فيفتحوا لونهم, فلما يفتحوا لونهم يتحرك, عارفين اللون عندهم يعني يصير في بقع 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 حروق او زي كذا. الفونديشنات تنفع معاهم لانها توحد لهم اللون, تغطي لهم كل شيء, تعطيك سكه واحده للوجه. ف فل كفر من الفونديشنات الثقيله زيها ريفولوشن, هذا مثلا كات فون دي, من الفونديشنات اللي كان سالتوني عنها نوت. ليه ما تكلمت على نوت؟ نوت حلو, عارفين الدرجه هذه يمكن احلى شيء في نوت, هذه الدرجه احلى شيء في نوت. انا كنت ماخذه منهم قسم بالله يمكن ثلاثه من هذه, من 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 ده النوع درجتين فاتحه وغامقه, ومن نوع ثاني درجه نوت كمان ثقيل, بس هذه الدرجه احسها حلوه. ليه؟ لانها اللي مثلا اللي تبى مثلا تمكس اي درجه, او مثلا تبى تحط اي لون على برونز, تيجي معاها مره حلوه. شايفين الدرجه خرافيه,
يعني انا كان احطها مع اي لون يعطيني اللون اللي هو، يعني اي فونديشن تاني احط معاه اللون هذا خلاص يمشي معايا تمام. فمره حلوه تظبط الالوان لانه فيها نسبه الاورنج فتظبط لك كل الالوان، فهمتوا؟ فاعشق يمكن من نوت، هو حلو الفونديشن ما هقول لكم مو حلو، تخطيطه عاليه، شايفين التغطيه جدا عاليه يعتبر فل كفر، يعطيكي بعد كده زي المات، لما تجي يعطيك زي المات، بس انه لو انت من ذوات اللي تحبوا البشره تكون يعني جلو او تغطيه متوسطه ما راح ينفع معاكي. وفي له نسبه وقايه طبعا من الشمس 15%. انا عن نفسي فونديشن يكون فيه نسبه وقايه من الشمس ما احب اسويه كسهرات، ليه؟ لانه هيجي في النهاية حيتأكسد، فهمتوا؟ فتخيلوا هذا مثلا مع اللون هذا، احط مع هذا، شوف كيف اللون حيطلع، حيطلع مرة حلو. اللونين اعطيني لون، شوفوا الصفار على طول يقلب لي على اصفر، واو مرة حلو اللون، اعطاني ميكس مرة يجنن. فهذه بالنسبة في فونديشنات انت قلت لي تكلمي عنها. انا الفونديشنات اللي اتكلم عنها اللي احبها تكلمت عنها، يعني اللي ارجع استخدمها ثاني. اما خلاص اللي ما استخدمها تصير من جد مركونة معايا ما استخدمها ما اطلع اتكلم عنها. بس الحين من الفائدة انا جالسة ارتب في الدولاب، وتخليني اوريكم الاشياء اللي انت قلتوا لي تكلمي عنها. الفونديشنات هذه، في فونديشن ثاني حق ريميل كلكم قلتوا لي تكلمي عنه، هذا مرة حلو حرفيا، في نسبة ترطيب وفي نسبة حماية من الشمس 20%. ينفع تستخدميه مثلا، اعتقد في اثنين، هو نوعين، واحد احمر واحد ازرق. الازرق تقريبا للبشرات الدهنية والاحمر للبشرات الجافة، ما ادري اعتقد كذا، فهمتوا؟ شايفين حوريكم كيف قوامه، ممكن طيب ممكن تخففيها، تحطيه طبقة خفيفة. دائما لما تحبي انك تحطي فاونديشن طبقة خفيفة تحطيه بالسبونج، حابة يكون كفر عالي تحطيه بالفرشة، فهمتوا؟ فهذه تغطية الفاونديشن مرة حلوة. انا الفاونديشن هذا جت فترة من الفترات كنت مرة احبه، كنت دائما استخدمه، بس ما ادري بعد كده خلاص كنسلته، حتى درجة شايفين انه شايفين واصل فين. هذا كان كله استخدام شخصي ترى، انا كنت استخدمته على نفسي مره حلو، يعني اخرج فيه وزي كذا. ف يس حق ريميل من الفونديشنات اللي تمام، بديل ارخص مره حلو. طبعا احنا نتكلم عن فونديشن بديل ارخص، بس كات فون دي مو بديل ارخص، كات فون دي تغطيته مو عاليه، اللي بعده يعني مره عاليه. درجه هذه انا عندي للسمر، اللي مره سمر، اللي جوني سمر سمر مره، ف احط لهم هذه الدرجة. الالوان مرة غامقة، شايفين؟ في الوان كده بتجي، فايس ذوات البشرة السمراء مرة، شوكلت. طبعا التغطية حقته مرة عالية، بس انا اخففها، يعني انا ما احب التغطية تكون مرة عالية، فاخففها، يا انه احط معاه سيروم، يا يعني اني اخفف الفونديشن يكون نفس اللون بس يكون خفيف القوام، فيطلع الفونديشن فاتح، فهمتوا؟ هذا حق كات فون دي، مره التغطيه ما تمزح حرفيا. ايش ثاني يا بنات؟ ايش ثاني؟ خلينا اقفله، دقيقه اقفل هاي. هذا التغطيه حق الفونديشن حق كات فون دي. احنا طبعا خلينا دحين نتكلم على البدائل الارخص اللي انا جربتها، يعني انا كنت اخذ الفونديشن اجربه. سيفورا ما يعتبر بديل ارخص، بس سيفورا هذا ما في، فهذول يعتبر بدائل ارخص. شوف الفونديشن حتى مو راضي يطلع، دكات فون دي والله مو راضي حتى بالمنديل، شوف بالعافيه يخرج بالعافيه، كانه صبغ والله، كانه صبغ من قوة التغطية اللي عنده. طيب ايش الفونديشنات الثانية اللي انا جربتها من بديل
ارخص. ايوه انا ليه ما تكلمت على إلي جير؟ غريبه، هذا الفونديشن بطل البشرات، ينفع لكل انواع البشره يعني، وخاصه البشره الجافه والدهنيه. انا على نفسي استخدمه كبشره دهنيه، مره حلو، تخطيطه حلوه ناعمه. انا قلت لكم صرت احب الفونديشنات التغطيه ما تكون فول كفر، ما اعرف صرت ما احب الفول كفر، ما احب الفول كفر، احب الاشياء اللي ممكن تكون قابله للبناء او تتبني، فهمتوا؟ او انها مثلا تعطيك كده اهي، شوفوا الفونديشن هذا مره حلو بنام اللي غير، مره حلو، بعدينك فلتر على البشره حرفيا لما تستخدميه وتجي تسوي تصوير تصوري تحسي وجهك كانه فلتر، مره حلو من الفونديشنات اللي مره اعشقها، عشان كذا ماخذه منها مره كثير. فلتر على البشره يس، هذه من الفونديشنات الحلوة من بديل أرخص اللي أنا جربتهم، راح أرجع أتكلم عنهم في التيك توك، أكمل السلسلة حقت البدائل الأرخص. كمان من الفونديشنات البدائل الأرخص الحلوة، أنا تكلمت على أي فونديشن بديل أرخص ماني متذكرة، بس عموما هذه الأشياء اللي أنا ما تكلمت عنها حق فيتمي تقريبا تكلمت عنه، إنه هذا حلو كاستخدام يومي، مرة حلو البشرات القزاز البشرات دهنية، تخطيطه مرة حلوة وما يعطيك ملمسين، يعني لما تحطيه في وجهك ما تحسي ان وجهك مليان فونديشن، بس اختار الدرجة الصح تحسي انه في شيء بس ما في شيء. هذا حق فتني مرة حلو. هذه كلها استخدامات شخصية، انك مثلا تستخدميها خرجات زي كذا. اوكي، ايش الفونديشن الثاني اللي استخدمته؟ هذا حق ريفلوشن، ايه هذا حق ريفلوشن، هذا يجيك طبعا هذه البشرات الجافة، شوفوا هذه البشرات الجافة. انا عندي كم درجة؟ هذا بشرات جافة لانه في نسبة الزيت مو طبيعية حرفيا، مرة كثير نسبة الزيت اللي فيه. يقطر زيت هذا من ريفلوشن، شايفين هذا زيت، عارفين الستيك حق ميكا فور ايفر هذا نفسه، شايف التغطية؟ التغطية جدا عالية، هذا ينفع البشرات الجافة اللي ناشفة، فاهمين؟ اللي حرفيا ناشفة تحسي انه هي البشرة مرة ناشفة، فهذا حلو لهم. لا نشوفه، شوف كيف شوف كيف يلمع لمع لمع، شايفين الزيت اللي فيه؟ كمية زيت مو طبيعية، يعني أنا جبته استخدمته لوجهي، حسيت إنه أنا وجهي عبارة كأني أنا حاطة وجهي بزيت، فهذا البشرة الجافة حيطلع مرة حلو، أما البشرة الدهنية لا ما راح تستحمله أبداً، أبداً ما راح تستحمل البشرة الدهنية، حتى بعد ما تثبتيه بلوس باودر يستل إنه وجهك يصير فيه زيت. أها، شايفين الزيت؟ شايفين اللمعة؟ سالمة، بس شوفوا 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 كيف اللمعة، هذه من ريفلوشن، هذا بشرات الجافة، البشرات الدهنية ما راح تستحمليه أبدا لأنه زيت، والله زيت بس حلو، يعطي جلو كذا مو طبيعي، شايفين لمعة 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 زيت، ما تستحملي البشرات الدهنية أبدا. فايش تاني من فونديشنات تذكروني يا بنات اللي ما تكلمت عنها؟ ما ادري صراحه في بالي كذا كم شيء، الاشياء البديل الارخص، لا لازم نرجع نكمل السلسله حقت البديل الارخص لانه في اشياء كثيره بتكلم عنها. عندكم كمان فونديشنات سيما، عندكم فونديشنات ميك اوفر، عندكم فونديشنات كريستين، هذه كلها ما تكلمت عنها، لازم اقول لكم رايي فيها صراحه. ايش ثاني؟ ايوه هذه الاشياء، وراح كمان اتكلم عن البدائل الارخص بالنسبه للشادوهات، الاشياء هذه ما تكلمنا عنها، من اول جلسه ما حسيت الزيت الزيت. فايس انا في التيك توك كثير قالوا لي طيب بالنسبه للريفلوشن، بالنسبه للمعرف مين، بالنسبه، فقلت اكمل لكم السلسله ان شاء الله.
انتوا دحين اول ناس انا قلت لكم عليها في السناب، وحرجع اتكلم عنها في التيك توك. لاحظت في السناب اني بشرح اكثر في التيك توك، يعني الوقت ما بيطول الفيديو يكون مره طويل، فهمتوا؟ فعطي الزبده المختصر، الشرح الزبده المختصر. فونديشن ماك اللي انا عمري ما حبيته حرفيا، هذا شريته ومليان وما حبيته لانه خرج لي حبوب، وحسيت انه اي شخص ممكن يخرج لي حبوب. ف انه احب ريحته، ريحه تشوفوا مليان ترى، بس يخرج حبوب والله، خرج حبوب. فدايما تقولوا لي ليه ما تستخدم فونديشن مات، او ايش رايك فونديشن مات؟ ما مو من اصحاب ما كان اوكي، الباودر حقتهم اوكي تمام، بس كمان مو استخدام يومي، لانه استخدام يومي كمان ممكن تقفل لكم مساماتكم لانها مره ثقيله، كاستخدام فقط مناسبات زي كذا. فونديشن لاجيرز الثبات الدرجة هو الأمس أنا وردتكم إياه نوت بيج. طيب وكم ثباته؟ والله يا بنات شوفوا أنا ما أقدر أحكم لكم كم ثباته، بس هو يجنن على البشرة. يعني أنتي لو سويتي تمام أوكي وتسويتي نفس الطريقة الصح كل شيء، وفي النهاية حطيتي مثبت ميك اب، راح يفضل لك ثابت طول اليوم عادي. يعني يا هو نفس ثبات الفونديشنات الثانيه ما يختلف، بس اهم شيء انك اول شيء تاسسي صح، تحطي ترطيب صح، تحطي لوس باودر، في النهايه ترشي مثبت ميك اب، راح يفضل لك طول اليوم ثابت. صراحه في الوجه مره حلو ناعم، وتحسي انه جد فلتر في الوجه اللي هو اللي كير فلتر في الوجه. دائما انا من زمان امدح لكم ذا الفونديشن مره حلو. طيب يا حلوه أبى أقول لك معلومة، أي فونديشن بديل أرخص، بديل أرخص ترى هو معناته ماركة، ما نختلف ذا الشيء. يعني شركات معروفة بورجوا، NYX، ليكير، مورا، ترى هذه كلها ماركات معروفة، فينفع تستخدميها للزباين. ودائما أقول يا بنات طريقة التطبيق الصح للفونديشن، سواء أنت عندك براند كبير أو براند بديل أرخص، طريقة التطبيق الفونديشن الصح بخطوات صح، في النهاية ثبتي وجهك راح يطلع معاك الوجه يجنن كأنك مستخدم براند عالي. في ناس نتفق ذوات دخل محدود، حتى أرتستات ذوات دخل محدود دوبهم بعدين ما حيقدروا يجيبوا أشياء مثلا الفونديشن يتعدى 200 أو 300 ريال، فحرام ليه؟ معناته شغله ما حيطلع مضبوط؟ لا والله حيطلع مضبوط. الفونديشن الفونديشنات اللي ممكن اقول لك اياها انا مثلا احسها مره حلوه، فونديشن ميورا، برجوا، الليكير، عندك NYX، هذه كلها فونديشنات يعني مره تجنن. تبغي فونديشن فل 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 كفر؟ في كثير فونديشنات، يعني انا امس تكلمت عن بدائل ارخص ترى كلها تنفع للزباين، بس انت كيف تطبقيها صح، انت تطبقي صح للفونديشن راح تطلع وجه العميله جدا ممتاز، وفي النهاية انت هتثبتي بمثبت ميك اب راح يطلع لك شيء بيرفكت. فهذه كلها بدائل ارخص تنفع للزباين.